السلام عليكم. نتمنى مع الفيديو تلقاكم في احسن الظروف ان شاء الله. جيت اليوم جبت لكم وصفه تاع الشوربه بالعدس الاحمر لي نونتي روج على طريقه الاتراك. كتجي زوينه، ممكن نديروها في رمضان وفي ايام العاديه، علاش لا. فهاد الوصفه كنحتاجو 150 غرام تاع العدس الاحمر، جوج بصلات كبار مشمضين، كيب ماجي واحد الضامة تاع البنة، وكنحتاجو نصف عصير من الحامض حامضة جو دو سيترون، وكنحتاجو سي 75 غرام تاع الروز، و 70 غرام ديال الزبدة، جوج معالق كبار ما يعادل 45 غرام تاع الدقيق لا فارين، و 80 غرام ديال صلصة طماطم كونسونتخي طماطم، نطلقوها شي شويه مع الماء بيان سور. وفي لي زيبيس كنحتاجو 4 ملعقه صغيره من الفلفل الحلو، تحميره حلوه نورمال. وسي كنحتاجو 4 ملعقه تاع الفلفل الحار، كيبقى اختياري اللي كيبغي لو بيمون فور، اللي ما كيبغيش ممكن يستغنى عليه. وسي كنحتاجو ملعقه صغيره من النعناع اليابس لامون سيشي، و لتر ونص من الماء. فوالا، ابقوا معايا حتى الاخر الوصفه ان شاء الله. قبل ما نبدا التحضير تاع هاد الشوربه، كنبغي نقول لكم ما نساوش الملحه والبزار. فوالا، راس معلقه على حسب الذوق كيبقى بيان سور الملح والبزار. وبقاو معايا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله. دابا ان شاء الله غادي نبداو لا غوسيت تاعنا. غادي نزيدو 1 لتر ديال الماء، وغادي نخليوه يسخن مزيان حتى يبدا يغلي. عاد غادي نضيفو ليه لاديسا، ونضيفو ليه بصله مشلضه صغيره، والعدس غسلناه قبل بالماء، غسلوه جوج مرات حتى ثلاثه المرات تتحيد هذيك بحال لافارين بيضه كتكون فيه، يعني كيتغسل مزيان الا فيه شي غبره ولا فيه شي حاجه من الاحسن نغسلوه ونخليه واحد ان كار دور باش ينشف. فوالا، ينشف شي شويه. والروز حتى هو فاش غادي نضيفوه، حتى هو غسلته مزيان جوج مرات حتى ثلاثه. و ابخي غادي نزيدو كوب ماجي، ونزيدو عليه لامونت نعناع، ونزيدو عليه نص حامضه، وغادي نخليو الخليط يطيب 20 مينوت 20 دقيقه، وغادي نحضرو الجزء الثاني تاع هاد الشوربه هادي. وبقاو معايا باش تشوفوا حتى الاخر ان شاء الله. ودابا من بعد ما غلى عندنا الماء اللي درناه هنايا في الكاميله، غادي نزيدو عليه العدس، غادي نضيفوه، غادي نضيفوه. يعني هاد الشوربة هادي كنبدلو من الحريرة من لي زوطخ سوب. وان شاء الله دابا نشارك معكم وصفات اخرى تاع الشوربات. مازال عندي واحد الشوربه دابا نجربها معكم، نشاركها معكم بليتو. كندير هذه ما ديال تاع حماتي، حتى هي تاع العدس الاحمر، نديرها معكم على طريقه تاعها هي. هذه درتها على طريقه الاتراك، حقاش تاوما في تركيا فحالنا، يعني كل جهه وعندهم طريقتهم في الاكل، يعني كتختلف من جهه الى اخرى. فوالا، غادي نزيدو الرز. نقول لكم عاوتاني عديسة. نزيدو الرز. فوالا، نديرو كلشي لا لي ضايع. فوالا، غادي نضيفو نص عصير تاع حمضة، وغادي نضيفو كوب ماجي
Voilà. 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 غادي نزيدو النعناع. Voilà. نحاولو من الأحسن نديرو ليه بحال هكذا. هذا هو اللي كيعطيه واحد الذوق مميز. فوالا حنا ما عندناش لابيتود نطيبو به. فوالا مي كيجي زوين فهاد الشوربه هادي تيقوني ان شاء الله تجربوها غادي تعجبكم ان شاء الله. وكيب ما جي من بعد غادي نخلطوه مزيان تنشوفو بانه كله يعني كله تحلق بيان سور. فوالا دابا غادي نخليو جميله تاعنا طيب 20 دقيقه وغادي نحضرو الجزء الثاني تاع الشوربه. هنايا غادي نجيو نحضروا الصلصه تاعتنا. غادي نديروا الزبده تذوب وفاش غادي تذوب غادي نزيدوا عليها الطحين. غادي نحركوها مزيان ونديروا لاصوص طوماط ونزيدوا عليها التوابل اللي بقات. نردوا البال مع الزبده باش ما تحرقناش باش لا تحرقات لنا غتعطينا كو ما زوينش. وبيان سور اللي ما بغاش الزبده ممكن يعوضها بزيت الزيتون ولا يعني كتجي بنينه غير الزبده. عارفه ما زويناش لا سونتي مي بون. غادي نتحكموا في القوام تاعها هنايا يعني ما غاديش نقول لكم بالضبط شحال مي كل واحد غادي تحكم في القوام تاعها كيما بغا. انا ما زدتش فيها بزاف جبت كاس صغير فوالا او ميم طان كنخدم ندير التوابل الاخرى دقات. هنايا من بعد ما حضرنا لاصوص تاعنا يعني زدت فيها شويه تاع الماء كتجي على شكل لاصوص بيشاميل. فوالا يعني كتجي شويه هكا مطلوقه يعني ما مطلوقه بزاف ما قاسحه بزاف. ومن بعد نطاب لينا العدس طاب غادي نزيدو عليه شويه تاع الماء حتى هو غنتحكمو في الماء على حسب الذوق. كاين اللي كيبغيها ثقيله كاين اللي كيبغيها خفيفه. انا غادي نزيد فيها جهد واحد كاس تاع الماء. فوالا ومن بعد ما طابت غادي نضيف عليها لاصوص تاعي اللي حضرت غادي نزيدها على العدسه تاعتنا. ومن بعد ما طابت لاصوص تاعتنا دزت فيها شويه تاع الماء. فوالا على هذا الشكل هذا جات يعني كتحكموا نتوما بالماء على حسب الاختيار تاع اي واحد. انا واخا غادي نعطيكم مقادير تاع الماء كيبقى كل واحد كي كيبغيها ثقيله خفيفه. ودابا غادي نزيد عليها لاصوص. فوالا غادي نبقاو نحركوا بحال هكا ولا غادي نحركوا بحال هكا غادي نخليوها شي شويه يعني كومون دير غادي نخليوها شويه طيب 5 دقائق طيب يعني على ما تجانست مزيان هاد العناصر هادي وغادي نطفيو عليها. فوالا الطريقه هادي غادي نحركوها مزيان وغادي نخليوها غير 5 مينوت وغادي نطفيو عليها والطبق تاعنا راه واجد. ولا بغينا نزوقوها بشويه تاع النعناع كارم غادي نزينوها حتى نطفيو عليها باش
باش يعطي هذاك لوغو تاعها سبيسيال. واخا درتو في الاول غادي نزيدوه دابا بيان سور، نزيدو شي شويه كيبقى على حساب تاعو على حساب الرقه. من بعد ما وجدت لنا لا سوب تاعنا درتها في سوبيرا تاع التقديم. فوالا كتجي على هذا الشكل هذا. كتجي على هذا القوام هذا، يعني كنتحكموا كما قلت لكم في القوام اللي بغينا. فوالا فوالا، وهنايا كنقدموها على طريقتنا كل واحد على طريقه تاعو. فوالا انايا درت هذا التقديم هذا، وكنتمنى من لا فيديو تاعي تعجبكم ان شاء الله. جربوها مع احبابكم، وكنقول لكم مبروك عواشركم، وشكرا على المشاهده، وشكرا على تشجيعكم، وان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا، مع السلامه.